على صعيد اخر يا حضرات، دايما النادي الاهلي بيكون حاضر في مختلف القضايا المجتمعيه وليه دور كبير قوي الحقيقه في هذا الاطار، وسبق وكلمنا عن دعم النادي الاهلي لمشروع محو الاميه. النهارده 8 سبتمبر هو اليوم العالمي لمحو الاميه، وفي احتفاليه يعني كبيره عاملاها الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، بتكرم من خلالها عدد من الجهات وطبعا من ضمنها النادي الاهلي اللي سبق ودشن مشروع بعنوان مؤسسه بلا اميه، انطلاقا من المسؤوليه المجتمعيه للانديه الرياضيه وتحقيقا لاهداف التنميه المستدامه، واكيد برضو تفعيلا لرؤيه مصر 2030 فيما يتعلق بمساله الارتقاء بالمواطن المصري. النادي الاهلي قام بالفعل بتعليم كل العاملين في النادي ممن لا يجيدون القراءه والكتابه، ودي كانت حاجه في منتهى الانسانيه والاحترام. حصل الكلام ده في مقرات النادي المختلفة، الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ودي نقدر نقول عليها خطوة مهمة جدا، وكمان بتأتي تزامنا مع توجيهات القيادة السياسية من أجل وطن متعلم. عموما احنا هنتابعكم على الهواء ان شاء الله بتفاصيل هذه الاحتفاليه النهارده اللي اكيد هتضم عده مؤسسات بتعرض تجاربها فيما يتعلق في مساله محو الاميه. ملف مهم جدا جدا، وزي ما احنا قلنا هي مش قصة بس يعني ايفنت بيحصل او برنامج بيتم، لا، انت من خلال محو أمية شخص انت بتغير حياته تماما طبعا. يعني بتأثر بشكل كبير جدا على مستقبله كمان، حتى لو كان من كبار السن انت بيفرق معاه جدا، فلمسة انسانية، واعتقد ان هي بتتفق مع برضو سياسة الدولة اكيد في فكرة محو الأمية، فشيء محترم فعلا لازم الواحد كان يشير ليه.